سلام سلام. شربات ايه بقى؟ قهوة سادة. ما اشوف في ايه. يا حاج، المعلم مطوع نازل مدخن قدامي زي ما يكون حد كبسه. لا حول ولا قوة الا بالله. تخيل الراجل هز طوله وجاي لغاية هنا عشان ايه؟ خير يا حاج؟ لا مش خير ابدا. الله، امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا سيدي انه جاي لي قال ايه؟ جاي فتحني في موضوع انه عايز ياخد مروه بنتي عشان الواد ابنه البايظ ده. الواد سمير ابنه؟ تخيل، عشان الواد سمير ده ابن الفرطوس. وازاي يتجرأ ويجي يطلب منك حاجه زي كده؟ وانت قلت له يا حاج؟ هقول له ايه بس؟ الحقيقه انا اتكسفت. الراجل ده طول عمره جدع معانا وطول عمره بيخدمنا. يعني قلت له طلبك مرفوض؟ ما اقدرش اقولها له بالفم المليان كده. لا انا قلت له البت متكلمين عليها. وده حقيقه يا حاج؟ حقيقي. بس انت سمعت ده قبل كده؟ لا في الحقيقه يعني حميده ما جابتليش سيره موضوع زي ده خالص. خلاص، كانه هو ما قالش وكانك انت ما سمعتش. ايه يا علاء؟ خلاص نويت يا ابني تروح لهم النهارده؟ نويت ان شاء الله يا بابا. حتى كده كنت بفكر ان البس الزي الرسمي كده عشان يعمل لي قيمه. ربنا يوفقك يا ابني. ربنا يوفقك. ادعي لي يا ماما كده ان ربنا يسهل كده وانفع. ان شاء الله يا حبيبي تنفع. هم هيلاقوا زيك فين؟ بصي، من جهتي لو زيي هم هيلاقوا. بص يا ابني، انا عايزك دايما تخلي عندك ثقه بالله وثقه بنفسك. اوعى تفتكر لحظه انك اقل من اي حد، ودايما تخلي كرامتك فوق كل شيء. عايزك بقى يا بطل لما تقعد مع ابوها اوعى تفكر لحظه ان هو راجل غني واحنا ناس على قدنا. لا، انت كمان غني يا ابني، غني بمستقبلك. انت ظابط صحيح، انت لسه في اول مشوارك، لكن في يوم من الايام ان شاء الله هتبقى لواء، يعني مدير امن، ومش بعيد تبقى محافظ ولا حتى وزير. والحقيقه ان البنت بتحبك ورايداك، واكيد ابوها وامها عارفين كده كويس. هي من ناحيه بتحبه يا ماما، هي بتحبه قوي. ده انا حتى لما سالتها قالت لي ايوه ان هي بتحب ابي علاء. ربنا يجعل في وشك القبول يا علاء يا ابني. بلدي. انت رايح فين؟ انا نازل شويه يا حاج. نازل ايه يا ابني دلوقتي؟